انطقي حروفي بعناية لتكون جميلة وصحيحة. الألف، اللام، الراء، الحاء، والميم، والتاء المربوطة أم التاء المفتوحة، والتاء المربوطة أم التاء المفتوحة. كلمة الرحمة بالتاء المربوط، كلمة الرحمة بالتاء المفتوح. لا إنها كلمتي أنا، لا إنها كلمتي أنا. كفى نزاعا وشرارا، هيا بنا لنذهب إلى القاضي ليحكم بينكم. ومن هو القاضي الذي سيحكم بيننا؟ هيا بنا ستعرفينه جيدا. السلام عليك يا أيها القاضي الجديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا كلمة الله. ماذا لديك؟ لماذا جئت إلي اليوم؟ جئتك اليوم مشكلة أريدك أن تحكم فيها. قصي ما لديك ماء الأرض. كنت جالسة أجمع الحروف وأصححها لتكون جميلة وصحيحة. جميل جدا. وما المشكلة إذن؟ المشكلة بين حرفين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، كلاهما في نزاع مستمر يريدان مشاركتي في آخر الكلمة. حسنا، قفي هنا بجواري، سأقف في نهايتك لأحكم بينهما. لتقفز في نهايتي لماذا؟ دعيني أكمل عملي لأحكم بينهما. حسنا يا سيدة القاضي. حكاية. الرحمة، الرحمة. يا حراس اقرأوا الكلمة الآن. الرحمة، الرحمة. يا حراس خذ التاء المفتوحة إلى السجن. تحاولين شركة كلمة الرحمة من التاء المربوط وهي أحق بها منك. لا لا، إنها كلمتي ولن أتنازل عنها. اتركوني اتركوني. خذوها بسرعة إلى السجن. شكرا يا سيدة القاضي، ولكن